المطبخ التايلاندي يحظى بشعبية كبيرة في كثير من البلدان، منافساً عن غيره من المطابخ الشرق الآسيوية. وأكثر ما يميز المأكولات التايلاندية هو طعمها حار المذاق لاحتوائها على العديد من الأعشاب والتوابل والصلصات التي لا نستطيع أن نجدها في أي مطبخ. كما تتميز باحتوائها على أصناف الأعشاب والبهارات المختلفة، وجوز الهند التي نتجت عنها أطباق شهية المذاق تنوعت بين الخفيفة الزكية والحارة الكثيفة. ويعد المطبخ التايلاندي من المطابخ التي تقدم أنواعا مختلفة من الشوربات، وأشهرها شوربة تام يم التي تتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية، إذ تعتبر مصدرا للبروتينات والأملاح المعدنية المختلفة لاحتوائها على العديد من المكونات المتنوعة ما بين الأعشاب والخضار والأسماك وثمار البحر، بالإضافة إلى سلطة البابايا والأرز التايلاندي الذي يقدم مع إضافة من الفواكه. وفي الختام، أهم ما يميز الطعام التايلاندي هو الطريقة الصحية في الطهي التي يستعمل فيها البخار بالدرجة الأولى، بينما يعتمد الجزء الآخر على القلي أو الشواء على النار.